التقى سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس بعمان شبيبة الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة الفحيص بحضور عدد كبير من شباب المملكة. إلى التفاصيل. التقى صاحب السيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان بشباب وشابات الكنيسة الأرثوذكسية خلال تجمع مهيب أقيم في بلدة الفحيص. أقيم التجمع بدعوة من قدس الإرشمندريت إيرينيموس الرئيس الروحي لمدينة الفحيص، وبتنظيم شبيبة القديس جورجيوس وإشراف قدس الأيكونوموس بشارة دحابري. حضر اللقاء لفيف من الآباء الكهنة ومجموعة كبيرة من الشباب القادمين من مختلف مناطق المملكة. اشتمل اللقاء على محاضرات متعددة لعدد من الإخصائيين تناولت عددا من المواضيع والأمور والتحديات التي يواجهها شبابنا هذه الأيام. وألقى سيادة المطران خريستوفوروس محاضرة روحية لجموع الشباب تحدث بها عن الطاعة حسب الكتاب المقدس، حيث أكد أن الطاعة تولد المحبة والتواضع والتي هي أساس تعاليم الرب يسوع المسيح. كما شكر في نهاية حديثه جميع المعدين والمنظمين لهذا التجمع وأثنى على الجهود المبذولة لإنجاحه. إذا بدنا نتكلم عن شخصية مسيحية متكاملة عند الفرد وناضجة ما بتعاني من عقد نفسية، في عنا عدم طاعة، تمرد، وهذا منشوفه كظاهرة بعدة أشكال في داخل مجتمعنا، إما منشوفه في مؤسسات المجتمع، منشوفه في المدرسة ومنشوفه في الجامعة ومنشوفه في البيت في داخل الأسرة بعلاقة الأولاد مع أهليهم. ولازم اليوم نحن مع بعضنا ونحن نتكلم عن الطاعة بجوهرها التواضع، نشوف هذا الموضوع شو سببه ونحاول نقرب من السبب الرئيسي لإله، حتى نحن كأفراد في داخل المجتمع الكنسي، لأنكم أنتوا الشبيبة، أنتوا مستقبل الكنيسة، منكم الكاهن، منكم الراهب، منكم الراهبة، بكرة منكم المطران، ومنكم القيادات الكنسية والقيادات في داخل المجتمع. فلازم كلنا مع بعض نتعاون، كنيسة وإنتو، حتى نقدر نوصل لفكر مشترك، حتى هذا اللي بتحكي لترجية الكنيسة، حتى نقدر إنه نتفاهم مع بعضنا البعض، وبالتالي نرفع صلاتنا لله بقلب وفكر واحد. كتير مهم إنه نتوحد فكريا، وبالتالي قلبنا يشتغل مع بعضه البعض لهدف واحد واللي هو خلاصنا. فبالتالي شخصية الفرد كتير مهم، لأنه اللي منلاحظه شو بيصير، إنه نحن منكبر في السن، أولادنا بيكبروا في السن، نحن منكبر في السن، وأهالينا بيهتموا إنه نكبر كويس بالسن، وبيهتموا كمان بالحكمة اللي بيحكي عنها الإنجيل، يعني يبعثونا لمدارس كويسة ونأخذ شهادات وندرس في جامعات ونتطور ونتقدم في العلم وفي العلوم وفي الشهادات. ولكن يا خوفي إنهم الموضوع الثالث اللي هو النعمة متروك ومهمل، مش مهتمين فيه الاهتمام اللازم، وهي أزمة بحد ذاتها. الأزمة هاي وين بتنعكس؟ بتنعكس على كيف نحن منكبر، وبتنعكس على كيف حتى نحن منأخذ الإشي الكويس اللي هو مثلاً العلم، أو كيف نحن منأخذ خبرات الحياة، كيف منتعامل معها في عالمنا الداخلي. لأنه كتير مهم تعاملنا مع الإشي اللي منأخذه من برا، كيف أنا بحلله في الداخل، يعني عالم الداخل كيف هو بتعامل مع الصور ومع العلوم ومع الأفكار اللي أنا بأخذها من الخارج، هل أنا في عندي تفاعل سليم معها؟ ببركة سيدنا صاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس تيوفيلوس بطريرك المدينة المقدسة، بعاز مباشر من أبونا يورونيموس الرئيس الروحي لمدينة الفحيص، حبينا نجتمع ونجمع كل شبيبات المملكة الأردنية الهاشمية حتى نحفز
اللقاء المستمر والتعاون المستمر وتبادل ثقافاتهم وتبادل أفكارهم وإعطائهم صبغة روحية شبابية، لأن الشباب اليوم هو عصب الكنيسة، وما في كنيسة بدون شباب. الشباب له دور مهم بهاي الكنيسة، بخص بالأيام اللي بتعصب فينا بكل الجهات، وبالأخص بالشرق العربي اللي كل مناطقنا ملتهبة. هاي الفكرة اجت تجسيد لرؤية أبونا يورونيموس والشبيبة صدقا اللي دأبوا على تجهيز كافة ما يلزم لهاي الورشة، من التواصل مع الدكاترة، من تواصل مع صاحب السيادة، من تواصل حتى مع أعضاء الشبيبات لإنجاح هاي الفكرة. وهدفنا بالأخص أنه نعزز دور الشباب ونعزز اللقاءات الدورية بين الشباب للمستقبل، ونرفد كنايسنا بخبرات مملوءة أمل ومستقبل. هذه فكرة التجمع اليوم. نتمنى المرة هاي شفناها بالفحيص، المرات الجاية نشوف بكل كنايسنا الأرثوذكسية حلقات أو ورش عمل مستمرة تدر كسب روحي للكنيسة ولراعيتنا ولكل المسيحيين الموجودين بمدننا بالمملكة الأردنية الهاشمية الموجودين إحنا عليها. عملنا ورشة العمل هاي، استضفنا فيها شبيبات من الكنيسة الأرثوذكسية من المملكة كاملة. ورشة العمل عندنا كانت تحكي عن الطاعة، واستضفنا فيها كمان محاضرين. استضفنا اليوم دكتور فادي سماوي، دكتور فوزي الدؤود سعادة النائب، كان معنا اليوم كمان سيادة المطران خريستوفوروس، وبالنهاية معنا دكتور هاني ودكتور فارس عكشة. وبنحب نشكرهم كلياتهم على وجودهم معنا اليوم، وبنشكر الشبيبات كاملة، وشكرا للنورسات كمان اللي كانوا معنا. شكرا. تلا سيادته محاضرة لسعادة النائب الدكتور فوزي الداود، الذي تحدث عن الضمير الواعي والضمير اللاواعي وتأثيره في سلوكيات الفرد في المجتمع. وفي الختام قدم قدس الأرشمندريت إيرينيموس الدروع للمحاضرين، تقديرا للجهود التي بذلت لإنجاح اللقاء والشهادات التكريمية للمشاركين. واختتم اللقاء بالتقاط صورة جماعية جمعت شبيبات المملكة مع صاحب السيادة المطران خريستوفوروس.